المجد لله. لكن بنرجع مستأنف لقاءاتنا هلا من بعد الفرصة الصيفية، ان شاء الله بتكونوا انبسطتوا هيك، عبيتوا من الطبيعة، طلعتوا من بين عبودية الجدران، زي موضوعنا اليوم عن الحرية. الشيء الثاني، نحن بلشنا بسنتنا اليوبيلية بعائلتنا شربل، باللي عم نعيش اليوبيل 25، صار عمرنا 25 سنة. هذا أول موضوع بهالسنة اليوبيلية، بركي منبلش بالحرية، تتكون سنة يوبيلية فيها من حرية الله. بتعرفوا بالسنة اليوبيلية في كتير بيبقى بركات ونعم، بذات الوقت في كتير تحديات، لأنه في عدو الخير عطول يلي ما بيحب الخير بيشوف في كتير خيرات بالسنة اليوبيلية بصير بده يخربط. بقى مشان هيك قبل ما نقلع بالسنة اليوبيلية، اسمحوا لي بس حذركم من خربطات عدو الخير يلي بيجي بيخربط لنا براسنا، بيخربط لنا بأوقاتنا، بيخربط لنا بعزمنا، بيخربط لنا بنشاطنا، بيلعب بكبريائنا، لأنه بس يكون في إشي ماشي مش عزوه بحب يخربطه. بما أنه زند ربنا طيب، مش هذا العتلانين همه، بس نحن منخاف من ضعفنا مش من قوة الله. مش هناك بدي أتمنى سنة يوبيلية فيها كتير من النعم والبركات والخير والمزيد من الجهاد والثبات بحق الرب. ثابت، رح نبلش بالموضوع عن الحرية، لأنه انطرح كتير هذا الموضوع، موضوع الحرية، ما هيك؟ أنه أنا حر، مين ما تحكي معه بالأيام بيقولك أنا حر، وما عدنا نعرف هالحرية وين بتبلش وين بتخلص، شو يعني حر، أنا حر من شو، كيف، ليه. بقى لنا هيك تنبلش نحكي عن هذا الموضوع، هذا موضوع أساسي بحياتنا، لأنه أبشع شيء بالحياة الواحد يكون عبد. ما حدا بحب يكون بالحبس، حدا بحب يكون مسجون، وكلنا بنحب نكون أحرار، بنحب نكون هيك منطلقين طايرين. الموضوع شوي مزعج، لأنه أنا عم بحضره اكتشفت بآخره قديش في عنا عبودية جواتنا، بكون واحد مفكر حاله حر، بس بيكتشف بعدين أنه عم بيعيش عبودية أو حرية مزيفة. حرية هيك انفلوب حرية، بس من جوا في عبودية كتير، بحس حال واحد بالآخر هيك مسجون مخنوق، بده يطلع. مش هيك تنبلش نطرق هذا الموضوع، رح ألقي على اللي بلشنا فيه يوم الأحد بالرياضة، رح نبلش من هونيك ونمشي شوي شوي بموضوع اليوم. بكم تركزوا معي وتقدروا تسحبوا وقت، لأنه بهمنا الموضوع نعرف إذا نحن بالآخر نطلع بخلاصة، خي أنا حر ولا عبد. نحن أول شيء جينا على هالدنيا مش باختيار، ما حدا إجا سألك بتحب تخلق ولا لا، لقيت حالك جيت. هلا في أول سؤال بيسألونا إياه الناس، إنه خي ما كان في الله يحطنا دغري بالسما، لشو جابنا على الأرض تنعمل شو؟ ما هو بالضبط جابك على الأرض تتعمل خيارات، تتعمل اختياراتك، تتختار. ما قبل ما كنت موجود، كيف بده يسألك إذا بتجي ولا ما بتجي؟ ما أنت مش موجود. ما بيحكي مع حدا مش موجود بيقول له بتحب تجي على الدنيا ولا لا. أنت بتنوجد، أنت بتصير، أنت وعايش على هالأرض. كل واحد منا هو تراكمات، مجموعة خياراته. نحن كل يوم بالحياة ناخد خيار. هالخيارات اللي أخذتها كلها بحياتك هي اللي عملتك، يلي خلتك تصير أنت. وهيدا الأنت أنت بتقرر وين بك تاخده، ما حدا بيقرر عنك. فإذا أول شيء أنت دايما بيسألوني أنه لشو الله عم بمرقنا بهالدنيا، كان في يعمل شورت كات ولو ما هو بيحبنا كتير، بهاي ما بتزبط. بيحبك أنت وعم بتصير، ما هو ولدك وعم بيشوفك وعم بيراقبك وعم بيكون معك وعم بيرشدك وعم بيدلك على الطريق وعم بيعطيك روحه تتعرف تميز، لأنه محضر لك مشروع كبير، جيبك لهالمشروع، ما في جيبك دغري على آخر المشروع يقولك خلص أنت عود هون. فإذن هيدي مش بس مش أنت ننهيها. الشغلة الثانية اللي حكيتها مرة الماضي بالرياضة، أنه كل واحد منا عنده فرادة، كل واحد منا فريد، ما فيش حدا تاني مثله، من أول البشرية لآخرها كل واحد منكم واحد يونيك، ما فيش حدا تاني مثله. بصمتك هي ذاتها،
بصمة وحدة عندك إياها، ما حدا بكل البشرية عنده هاي البصمة، لا من أيام آدم وحواء لحد نهاية البشرية. بس تخلص الدنيا هيك ويجوا كلهم هال 200 300 400 مليار بني آدم يلي مرقوا على الأرض، كل واحد عنده بصمة، بس تبصم تعرف إنه هيدا فلان. تكون أعطيكم الصورة بعد هيك أوضح، كل واحد منا نحن عنده الكود جينيتيك، ما هيك عنده الدي إن إيه تبعه، بس يشوفوا الدي إن إيه بيعرفوا هيدا فلان. مثل ما قلت لكم برياضة مثل هودي الباركود يلي بيسعروا فيهم أو بيعطوا فيهم الكواليفيكيشنز تبع العد تبع البضاعة. بس تروح أنت على السوبر ماركت هلأ صايرة على السريع، ما هيك في هذا الكود ريدر، بتمرق بحط هذا الزيح الأحمر بيقرأ الكود وبوديه. شو في بقلب الكود؟ في هيك مجموعة زياح، بس يمرق على هذا على الريدر بيقول لك كل تفاصيل هالبرودوي شو في بقلبه. إذا علبة بازيلا بتمرق بيقول لك هاي علبة بازيلا معمولة سنة الفلانية بالمعمل الفلاني بالطريقة الفلانية فيها هالوزن، كل المواصفات تبعها موجودة على هالباركود، بيمرق بيقراها بيعرف كل شيء. نحن كمان كل واحد منا عنده الباركود تبعه، بس يقطع على الكود ريدر بيقراه بيعرف هيدا طوني ابن سمعان وليلى، خلص واضح معروف هيدا الكود تبعه وما في كود تاني مثله. خلص يعني عباب السماء قاعد مربوط رصانيك ومعه كود ريدر، كل واحد بيقطع بيعرف انه هيدا فلان، بس جاي وجايب معه كل اخباره، كل الخيارات اللي عملها، كل القرارات اللي اخدها، كل الخير اللي عمله، كل الخير اللي ما عمله، كل الشر اللي عمله، بيقطع عنده الليستة. هلا صارت كتير الكترونيك وسريعة بالسماء، قبل كان يقرأ لك الدفتر يفتح الكتاب، هلا باركود بيقطع يا بتنزل نزول يا بتطلع طلوع ديريكت، ما بقى في الزوم يفتح الدفتر ويفلفش فيه. ويمكن عندهم تكنولوجيا متطورة أكتر بعد، ما في الزوم للباركود، يمكن بيطلع فيك بيعرف. فإذا كل واحد منا لأنه فريد، كل واحد منا عنده دور، كل واحد منا عنده رسالة خاصة فيه، رسالة مميزة له. يعني مت كانوا في عنا بازل كبير، افترضوا عندكم بازل مليون قطعة وكلها راكبة مطرحة، إذا في وحدة ناقصة البازل مش راكب، ما هيك؟ إذا بتشوفوا على الحيطة اللي هون في بازل في آلاف القطع، إذا بس في وحدة ناقصة بتحس إنه البازل مش كامل. كل واحد منا هو قطعة بقلب البازل، لازم يقعد ياخد مطرح ونخلق مشان تيكمل هيدي الصورة. يعني ما حدا وجد هيك بالغلط إنه أنا جاي زيارة عدد، إنه في 7 مليارات و 835 مليون و 967 ألف وأنا واحد صاروا 68، لا مش هيك. كل واحد منا عنده دور، عنده فرادة بوجوده، عنده فرادة بحضوره، بطبعه، بشكله، بأفكاره، بطريقة اتخاذه للخيارات. وربنا طالب منه شيء، كل واحد عنده مهمة، عنده رسالة، عنده دعوة، عنده فوكيشن لازم يحققها بهالحياة، جاي على الأرض تيحقق دعوته ويذهب بسلام، يركب مطرحه بالبازل تيركب هذا البازل النهائي. أنت حر. رح نحكي عن هاي الحرية، قديش أنت حر تحقق مشروع الله بحياتك أو ترفضه. أول قدرة كبيرة عطاك إياها الله هي الحرية، وقت بقول الله أنه خلقنا الإنسان على صورتنا ومثالنا، أول شيء بيعني فيه أنه خلقنا الإنسان حر. أهم صفة عند الله هي الحرية، الإله هو حر، وقت عطاك من ألوهيته يعني عطاك من حريته، أنت كائن حر. الإنسان هو المخلوق الوحيد الحر بكل الكون، كل بقية المخلوقات منا حرة. وعطيتكم مثل كاريكاتوري، إذا خروف تعطيه صحن حشيش وصحن همبرجر شو بيختار؟ إنه ما عنده خيار يقعد يفكر إنه أنا شو فيجيتاريان ولا بكل اللي قطع لي شو قطعة لحمة، خلص بده ياكل حشيش لأنه معمول ياكل حشيش. يمكن الأسد بالقلب إذا بتقدم له شي صحن فيجيتاريان وشي قطعة لحمة راح يروح ياكل اللحمة، ما هيك؟ مش كثير بيفكر إذا أنا عامل دايت وصرت ناصح لازم خف شوي ياكل حشيش. فإذا ميزة أساسية عند الإنسان هي حريته، وحرية الخيار، أنا بختار، عندي إمكانية أقبل وعندي إمكانية أرفض. حتى أعطاني إمكانية الله أني أرفضه لإله وما أقبله لإله، قل له خي عندك مشروعك أنا ما خصني فيه، أنا برات المشروع.
وعطيتكم صورة بالرياضة. نحن كلنا كأننا عازفين بقلب سيمفونية كبيرة. ناس معهم زمور، ناس معهم فيولون، ناس معهم جيتار، ناس معهم ترومبون، ناس معهم كونترباس، ناس بدقوا على الطبولة. كل واحد منا عنده موهبة، تختار القطعة اللي بدك إياها حسب موهبتك. في ناس موهبتهم الآلات الوترية، في ناس موهبتهم آلات النفخ، في ناس موهبتهم البركاشن بدقوا طبول، مثلي أنا طبل أعزف على طبل. كل واحد عنده هواية، عنده فوكيشن، عنده دعوة. بس إنفوا مرة التزم بقلب السيمفونية بده يلتزم بالموسيقى، ما هيك يلتزم باللحن. وفي مايسترو، في مايسترو بيعطي الإشارة إنه هلا نحنا بدنا نمشي بالدلعونة، كله دلعونة، ما هيك الفيولون على الدلعونة والزمور على الدلعونة والدربكي على الدلعونة. ما في واحد بيناتهم يقول أنا حر، هلا هني عم بدقوا كلهم دلعونة أنا بدي دق ميج أنا. إذا أنت مطرح المايسترو شو بتعمل فيه؟ إذا كلهم عم بدقوا على البلدة واحد فتح روك تعيط له إنه أو ظبط حالك على البلدة أو روك برا، إنه هو ما بيمشي الحال. لأنه في سيمفونية بتركب، في ملكوت عم بياخد صورته، عم بياخد شكله. أنت مدعو لهالملكوت، الملكوت هو هالسيمفونية الحلوة يلي بقى تعمل هيك لحن رائع. أرادوا المايسترو، في المايسترو هلا أكيد عرفتوا مين، بس رح نتعرف عليه أكثر نشوف شو بده. هو يلي بيطلع هالعزف الحلو، بمرنك عليه وبتدوزن عليه وبتتمرن عليه وبتتدرب عليه، بس بعدين بدك تعزف منيح. وكنت قلت لكم يلي بيروح على السيمفونية قبل بساعتين ثلاثة بيوجعوا دينه، لأنه كل واحد قاعد عم بيدوزن، هيدا عم بيدوزن العود وهيدا عم بيدوزن الجيتار وهيدا عم بيدوزن الزم، كل واحد ما بتفهم شو عم بيصير. بس يطلعوا ويبلشوا يلعبوا تفهم شو السيمفونية. نحن وقت كتير بحياتنا قاعد عم بتدوزن قطعتك، انت بتغلط من هون وبيزبط معك الدوزان وما بيزبط معك الدوزان، بتتمرن كتير وبتتدرب كتير وبتعمل كتير تمارين وبتقرا كتير نوتات، طب الاخر تكون بقلب هالسيمفونية عم تعزف عزف جيد. وهونيك الحرية، اول شيء الحرية تختار الآلة اللي بدك اياها. ما بيجبرك بيقول لك انت بتحب الفيولون بس بدي اياك تزمر بالساكسوفون، تختار بدك اياه. بس بدك تفوت بالجماعه باللحن، بدك تعزف اللحن اللي عم بيعزفونه. ما فيك تقول انا حر، انا حر اعمل اللي بدي اياه. حر انتوا كلكم عم تدقوا اللحن، في ناس هونيك عم بدقوا غير لحن وناس هونيك غير لحن، هاي بيطلع شيء اسمه الكاكوفونيه، يعني شيء كثير مزعج للسمع. المايسترو ما بيسمح فيه لان هو عارف شو النشيد اللي اخر شيء بده ينشده، انت واحد عم تلعب بهالنشيد. قلت لكم في منظر كتير مهضوم هيك بيدق فيه، في حدا بقلب هالسيمفونيات الكبار بيبقى معه هذا التريانج ومعه القضيب تين، كل عشر دقائق ربع ساعة تين، هاي كل شغلته بالسيمفونية. بس كتير حلوة اذا بتحسوا انه اذا ما عمل هيدا التين في شيء بينقص، مع انه شغلته كتير بايخة. بحس الواحد كأنه انه بركي فيه وبلاب بيمشي الحال. بتشوفوا واحد معه فلوت هيك عم يعمل سولو بعقد، واحد تاني بيسحب له سحبي على الجيتار بيطوج، واحد هيك بكل تواضع معه هالتريانج اللي بيطن فيه كل شوي بيطن طنه. كل واحد عنده دور، ما فيش حدا كتير مهم وحدا اهم اقل. هيدي مجموعه مواهب، بقلب موهبتك انت حر تطور حالك، بس تعزف اللحن يلي عم يعزفه الكون. انت جزء من كون كبير كله عم يعزف لحن واحد، انت بدك ترجلج حالك على هيدا اللحن، ما فيك تطلع براته والا بزتك برا. فيك تعزف اللحن اللي بدك اياه، اذا ما بيتناسب مع المسيره الكونيه سوري على التعبير بيبزقك بتجي برا. وبتجي برا مش لانه هو ثقيل، بس لانه في مشروع كبير انت جزء منه لهالمشروع، بده اياك تكون عم بتبدع بقلب هالمشروع وعم بيعطيك كل شيء لازم. ولازم تعرفوا انه كل انسان شو ما يعمل بيأثر بكل مسيرة الكون. انت اذا قاعد بلبنان وعم بتفكر افكار سيئة سوداء بتأثر بانسان عايش بالفلبين، واذا قاعد هلا انت هون بعناية عم بتصلي وعم تعزف هذا النشيد الكوني الكبير بتساعد انسان موجود بالألاسكا، لانه كلنا موصولين ببعضنا، في روح واحد عم يشتغل. ما هيك حكيتكم شوية فيزيك بالرياضة،
الهيجز بوزونز والخبرية، مش نحكي عنهم هلا، نحكي عن الحرية. كل الكون مترابط، كله بيشتغل بموجات واحدة. وكنت قلت لكم نحن موجودين، نحن مكونين من موجات، نحن مش مكونين من مادة. ما بقى في شيء، ما في شيء اسمه مادة، خلص العلم قطعها هاي الخبرية. نحن معمولين من موجات بتتفاعل مع الكون كله، وفي حدا المايسترو يلي عم بدير هذا الكون. نحن بدنا تكون عيننا على المايسترو كل الوقت، ودينتنا على الكون تنعزف صح. اذا بتعزف غلط تجي برا. سوري هلا من هلا وشوي رح بلش يصير شوي ثقيل وقاسي، بس لانه هذا الواقع. اذا بتعزف غلط بتجي برا. ما حدا يقنعكم بشي تاني، انه واحد فتح حسابه وعم بخربط الدنيا كلها، والمايسترو بده له وقت اقبرني معلش كفي بالغلط. اذا الانسان العادي بتشوف كيف بيكون هودي الفيلارمونيات تبع اوكرانيا وروسيا، هودي الضخمين بيبقى بتحسوا المايسترو سكران والموسيقيين كلهم سكرانين وكلهم مفوكسين فرد مطرح. ما في واحد بقلب كل هالسيمفونية الرائعة يفتح لك هيك شي خط عاطل، ما بتزبط. ما هيك بيجي المايسترو بيقول له صف على اليمين، بيتفاهم هوية. أنا بقلب كل هالمسيرة الكونية، طيب أنا شو دوري؟ وين إيه؟ وين لا؟ وين حر؟ وين مش حر؟ أول شيء في نوعين من الحرية اللي إحنا على طول بنخلطهم مع بعضهم. في الحرية من، الحرية من، وفي الحرية من أجل. نحن بهالأيام عم نخلطهم مع بعضهم. نحن بهمنا نكون حر من، حر من كل شيء، حر من القيود، حر من الأنظمة، حر من التقاليد. خي أنا حر، ما حد يتعاطى معي، بدي أعمل كل شيء عزوقي. هاي الحرية من إيه؟ بس أنت حر تتعمل شو؟ هيك بس تكون حر تتبرعت؟ مش هناك في الحرية، هي حرية من أجل. أنا حر من أجل شيء، بدي أحط إيدول قدامي، بدي أحط هدف، وكون عم بكل حريتي، أنا عم استعمل كل حريتي توصل للهدف. مش حر هيك بالمطلق، أنا حر. ايه حر شو بتعمل يعني؟ بتعبد حر؟ بتعرف ايه الفعل حر؟ يلي بقول انا حر مثل عم بحر يعني، حرحار يعني، بيروح وبيجي يمين شمال وبيطلع، بس وين رايح؟ انه انت حر من اجل شو؟ انت حر بحريتك تتحقق شو؟ تتكون بس هيك حر؟ هيدي فوضى. نحن اليوم بمجتمعاتنا، خاصة المجتمعات الغربية اللي عم بتصير تصيبنا لقلنا كمان هون، عم نصير كل الوقت نحكي عن الحرية. ما انا حر، حر اعمل خطيه، حر امشي بعكس السير، حر كون شاذ، حر كون عم باذي، وحر ايام بقول خيي ما انا حر مش عم باذي حدا، مش هيك اللي عم بعمله؟ مش عم باذي حدا، لك معي شيء؟ حتى هاي الحريه السلبيه لها مطرح بالحياه. تنقرب شوي دفشي لقدام، اذا انت بدك تعبر البحر من مطرح لمطرح، او بدك تسافر مطرح لمطرح، فيك تختار الوسيله اللي بدك اياها. ما فيك تروح بالسياره، فيك تروح بالشخطوره، فيك تروح بالتران، فيك تروح بالطياره، فيك تختار الوسيله اللي بدك اياها، بس مهم رايح شي مطرح. بتقلي انا حر اختار، اوكي اخترت، بس رايح لوين؟ اذا عم تعمل خيار لوسيله نقل ومش رايح لمطرح، خيارك مشان شو؟ لشو عم بتكسر راسك اذا بتروح بالسياره او بالطياره او بالتران او مشي او على البسكليت اذا مش رايح لمطرح؟ هيك حر؟ انا حر تنقي السياره او الطياره او البسكليت، انا حر، اوكي حر، بس رايح لوين؟ شو الهدف؟ ليش انوجدت بهالكون؟ توصل لوين؟ مزبوط انت حر، بس انت حر من اجل شيء. انت حر توصل لمطرح، وبتوصل عليه بحريتك. يلي عم بصير اليوم هو هذا الطلاق بين الحر من والحر من أجل. بتشوف البشرية كلها رايحة أنه صوب الحرية من، أنه كل شيء فيه اسمه قيود نحن بدنا نتحرر منه. ما حدا يزعجني، أنا هيك بحب، أنا هيك بيجي عبالي، أنا هيدي رغبتي، بدي أعمل اللي بدي أعمله حتى لو كان بالقلب. طنعتك أمثال بسيطة. وقت الشاب بيختار بنت بين 8 مليارات، عمل هذا الخيار، عمل الخيار بحريته، ما هيك؟ بس يرتبط ويصير باي، هو اختار يكون باي. بس هذا الباي في متطلبات تعيش حريته كباي. ما في يكون ابنه عم بيصرخ لنقول، او عم يوقع،
ويقول له خي انا حر هلا عم ارجل، بده ينط يهدي ابنه ما هيك؟ ما في يقول خي انا قاعد بالبيت ما قال جلدي اشتغل، واذا ما اكل اولادي ما عليه. ما الابوه لها متطلبات. ما في يقول انا حر خي ما بدي طعمي اولادي. ليش اخذت خيار تكون باي؟ او الام كمان زيت شيء، انا خيي ما اجدت اولادي، ليش اخذتي خيار تكوني ام؟ ما انت اخترتي، هاي حريه، انت بحريتك اخترتي تكوني ام. هيدي الام لها متطلبات، لانه انت حره مش من حره من اجل، انت مش حره من اولادك ومن جوزك ومن طريقتك، لا انت حره من اجل عائلتك بحريه. انت اخترتي بحريه تكوني ام، الام لها متطلبات. شو خيارنا الكبير نحن؟ نحن الموجودين هون نحن اخترنا بحرية انه نكون ابناء الملكوت، ما هيك؟ نكون قديسين. الله يقدرنا. كل ما نقرب من القداسة كل ما حس انه هيئتها مستحيلة، مش حيقسكن يعني، بس انه كل ما واحد يقرب كل ما بعيد. انت عملت خيارك انك تكون ابن الملكوت، انت تبنيت خيار الله، خيار الله لإلك، حبك لدرجة انه بده يعطيك الحياة الابدية معه بالملكوت. هلد نحن جبلة التراب الصغيرة، نحن ماشي ما هيك كمشة تراب. اجا الله عم بيقول لك انا من هالكمشة التراب بدي اعملك ابن لإلي، بدي سكنك معي بالملكوت بحياة ابدية، بفرح ابدي، بحرية ابدية. هيدا الخيار اللي انت اخذته، هيدا الخيار اللي انت اخذته له متطلبات، مثل متطلبات الابوة والامومة والعلم والبدكونية، له متطلبات. انت بتاخد خيار تروح على الجامعة، ما فيك تروح على الجامعة تقول له خي أنا حر. رايح تعمل مهندس تقول له خي أنا جاي عبالي هلا أدرس حقوق. بقول لك درس حقوق هونيك خي، هون بدك تاخذ كرات الهندسة، ما فيك تقول له أنا حر. لأنه أنت أخذت سيستم بدك تكون عم تتناغم معه، أنت عم تنوجد معه. بس تبلغ أنت الهدف تبعك، بس تبلغ الملكوت، هون انتبهوا هذه المواضيع لأنه شوي عويصة. بس تصير بالملكوت ما بقعد في عندك حرية الخيار. ليش؟ لأن وصلت للكمال، شو بدك تختار بعد؟ نحن بنعمل خيارات تنوصل للكمال. تكون واضح، نحن كل يوم قدام خيارات، توقف تقول بعمل هيك ولا بعمل هيك. انت القرار اللي بتاخده تعمل هيك او بتعمل هيك بتبنيه على اساس المطرح اللي رايح عليه. إذا أنت رايح على الملكوت لازم كل خياراتك اللي عم تخدها تكون عم تتناسب مع المطرح اللي أنت رايح عليه، ولا ما بتوصله. بس توصله خلص وصلت الكمال، ما عادش في عندك خيارات. يعني بس توصل على الملكوت هيك تصير أنت متحد مع الله، خلصت خياراتك، شو بك تعمل خيارات بعد؟ خلص وصلت للكمال. مثل واحد بيقول أنا إذا تجوزت المرأة الكاملة لشو بدي أعمل مقارنات بعد بينه وبين غير نسوان؟ ما هذه الكاملة، The perfect woman. أنا وقعت على المرأة الكاملة قبل ما أتجوز، بصير أعمل خيارات. مثل هلأ بالغرب بقول إذا واحد يختار بنت بين 4 مليارات لازم يجربهم كلهم، ولا كيف بده يعرف إنه هذه أحسن وحدة؟ ما هيك؟ هذا المنطق اللي يمشي، مش واحد يأخذ خيارات. الخيارات اللي بناخدها نحن دائما بدها تكون تتناغم مع الوجهة النهائية اللي رايحين عليها. شو مشكلتنا نحن مع هذا الموضوع؟ هذا يلي بوجع. تنشوف يسوع شو بيفهم، شو فهمنا عن الحرية. يسوع بلوقا 4 بيكون بالمجمع بيعطوه سفر أشعيا بيفتحه بيقرأ، بيقول مسحني وأرسلني ما هيك لأبشر المساكين، وبيحكي عن حرية، إطلاق الأسرة، إطلاق المأسورين ما هيك، والحرية للعبيد. اليهودي يلي كان ناطر المسيح شو ناطر؟ ناطر يتحرر تحرير أرضي، الرومان محتلينه، وقبل كانوا البابليين وقبل كانوا الفرس، كان صار له 800 سنة معطر عايش تحت الاحتلال وناطر هالمسيح تيجي، وشايف بالمسيح الشخص بده يحرره من الرومان كانوا بوقته. ويسوع بيقوم بيقرأ هالسفر وبيقول لهم اليوم تمت هذه النبوءة، أنا الله بعتني تحرر الأسرى، اطلق المساجين وخلي العميان يرجعوا يتفتحوا عن جديد. بيفهموا اليهود انه والله جاي رح يحضر الجيش ويحررنا من الرومان. كان يسوع عم بيحكي عن حرية تانية مختلفة تمام.
بيوحنا 8 بيقول تعرفون الحق والحق يحرركم، كان عم بيحكي مع الفريسيين. وبتعرفوا كانت كل هذا النقاش حول الحق اللي هو الله، ومين هو الله. وكانوا كل وقت عم بيتحذروا انه يسوع من هو، هذا هو الله، هذا هو ابن الله. بطرس هو اللي قال له اياها ديركت، انت هو المسيح ابن الله الحي. كان يسوع بجدل هو الفريسيين، وقال لهم تعرفون الحق والحق يحرركم. قاموا انتفضوا الشباب، انه نحن خيب حياتنا، ما كنا مستعبدين لحدا، نحن ابناء ابراهيم. بيقول لهم يسوع ان ثبتتم في كلامي بالحقيقه تكونون تلاميذي وتعرفون الحق والحق يحرركم. اذا ثبتوا بكلامي بالحقيقه بتكونوا احرار. بيرجع يسوع بيحكي بعدين بيقول انه كل واحد بيرتكب الخطيه بيكون عبد للخطيه، بيكون عبد. كل عبد للخطية هو عبد لو شو ما عمل. يسوع عم بيركز على الحرية الداخلية، هيدي اللي نحن عم موضوع حياتنا، أنا حر أو مش حر. كل مرة بيكون في خطية جواتي أنا مش حر، أنا بالحبس، أنا بالحبس. بما أنه إحنا كلنا خطأ، يعني عمليا نحن كلنا مسجونين، ما كلنا بحبوسه، كل واحد منا بحبس. رح احكي لك عن مجموعه انواع الحبوسات بس مشان تناخذ فكره ونشوف شو طريقه التحرير. في ناس منا مسجونين بالماضي تبعهم مش عم يطلعوا منه، في عنا ماضي رابخ على قلبنا حاططنا بالحبس مش عم نعرف نتحرر منه. هلا فكروا كل واحد منا بيعرف حاله باي حبس قاعد، او يمكن واحد بيطلع قاعد بشي 6-7 زنزانات بذات الوقت عم ينقل من وحده لوحده. فاذا نحن البشر بس نعيش اختبارات مؤلمه، ايام اختبار مؤلم بيلقطنا وبصير ماشي معنا كل حياتنا. افترضوا انا عندي من شيء 15-20-30 سنة 40 سنة عشت شيء حدث مؤلم، اذا ما طلعت منه انا مسجون فيه، هيدا حبسني، انا مش حر، انا عبد لهالاختبار البشع يلي عشته وبعده لقطني بزلعين وماشي فيه. هلا بنحكي عن مجموعة قديسين كيف عاشوا الاختبارات. الخوف، الخوف سجن مخيف. كتار ناس إذا مش كل الناس عندهم عبودية للخوف، الخوف مستعبدهم، بيخافوا من اليوم، بيخافوا من بكرة، بيخافوا من المرض، بيخافوا من الفشل، بيخافوا من الطفر، بيخافوا. نحن أكثريتنا كمان برجع بقول مش هحط أرقام، يعني ما بعرف الأرقام، بس نحن عنا جزء من عبوديتنا للخوف، الخوف بيستعبدنا خاصة هلأ بالأيام، ما هيك؟ منعيش بقلق، بتحس القلق عم بيستعبدك، منك حر. عنا عبودية الفشل، يا خيفانين نفشل أو بعدنا ماشيين بتبعات فشل ما عشناه بحياتنا وبعده حبسنا، بعده عم يستعبدنا. أنا فشلت شي بشي بأيامي وبعدني عم جرجر فشلي معي، هيدي عبودية، أنا عم يستعبدني فشلي. الحرية من عقد النقص، أيام واحد بيكون عبد لعقدة نقص فيه، حدا قصير كتير، حدا طويل كتير، حدا ناصح كتير، حدا مش ذكي كتير، حدا عنده عقدة نقص تجاه حدا، هالعقدة لقطته ومستعبدته وماشي فيه كل حياته. في القلب، حدا مستعبد لعلمه، حدا متعلم له شي شهادتين ثلاثة وعم بيستعبدوه، بياخدوه بيجيبوه بيطلعوه بينزلوه، وأنا معي شهادات. حدا بيكون مستعبد من مصرياته، ثروته، معه ثروة وعم تستعبده، وما أكثرهم بيبقى معه دولارين بالبنك وهني متحكمين فيه، بياخدوه بيجيبوه بيطلعوه بينزلوه، 0.5 فايدة بالنسبة الزايد، 0.3 فايدة بالناقص، بضل كل وقت يحسبهم. هيدي عبودية، عبودية للمال، عبودية للسلطة. أيام واحد بيقعد ببوزيشن، وهيدي نحن كتير معودين عليها هون،
بيقعد بالكرسي بتصير الكرسي مستعبدته، بصير عبد للكرسي، بصير كل شيء عم بيعمله مشان هاي الكرسي اللي قاعد عليها، عبد. هيدا عبد. لو قاعد بقصر وكرسي كبيرة وخدم وحشم، عبد. لأن يسوع بيقول إذا كنت عبد للخطية أنت عبد. لو كنت ملك وقاعد على كرسي كبيرة، لو معك مصاري، لو شو ما كنت. فإذا عمليا نحن بكثير من المطارح نحن عبيد لكثير شغلات، للخوف، للفشل، جراح الماضي، فرنجين معنا اياهم بالبنك، وظيفة عندي اياها ما عم شق فيها. إذا بتحسبون كلهم مع بعضهم نحن عايشين بحبس. نحن عايشين مسجونين. وين هي الحرية اللي عم نحكي عنها؟ كيف لك عين تقول أنا حر؟ مرة كنت عم بعزي بكنيسة بالمزرعة وعم بمشي بين المقابر، حاطين صورة زلمة على المقبرة، يعني هو المدفون فيها، عامل شوارب هيك لفوق، لابس شروال من هول البضايات تبع أيام زمان، وعامل إيده هيك، مش إنه هيك على الخفيف، هيك إنه أنا حر. وقفت هيك قدام القبر صح، بس تطلع بهذه الصورة قول شو مساكين البشر، كلنا نحن سجنة، نحن عايشين بسجون. لحني سميت لكم قسم منهم، هودي قليل، أكيد كل واحد منا عنده وحدة أو اثنين أو ثلاثة لقطته وحطته بالحبس. تروح شوي على الكتاب المقدس نشوف وين كان دور الحرية. أيوب بسفر أيوب كان عبد قبل ما يتعرف على الله. كيف تعرف على الله؟ وقت خسر كل شيء كان ممكن يستعبده. أيوب كان عنده خدم وحشم ومواشي وإبل وخيام ونسوان وولاد، كان يفكر حاله حر. أمتين صار أيوب حر مظبوط؟ وقت الهودي راحوا كلهم، خلص تعرف على الله، اكتشف الله، بلش يعيش الحرية. السامرية يلي التقى فيها يسوع على البير كانت مستعبدة، قال لك أنا عندك أنت خمس رجال وهيدا السادس مش لالك. كانت هيدي عبدة للماضي تبعه، عايشة ماضي أليم وعايشة حاضر مزعج وعايشة بالخطية. من بعد لقائها مع يسوع شو عملت؟ راحت راكب ترقص وتغني وتفرح وتعوا شوفوا. تحررت من ماضيها ومن مشاكلها ومن مصايبها، من خبصاتها، من كل شيء، صارت حرة. التقت بيسوع. أيوب التقى بالله، تعرف على الله، صار حر. السامرية تعرفت على الله، صارت حرة. زكى المهضوم. زكى كان عنده عادة نقص قصير. هيدي كانت حبسته، كان عبد لقصره معطر. كان عم بعود بالمصاري، معه مصاري. نقل من عبودية لعبودية تانية، عنده عبودية المال، كان المال مستعبده لزكى. طلع شايف يسوع، عزم ودخل يسوع لعنده على البيت، قال اليوم حل الخلاص في هذا البيت. اتحرر زكى، شو عمل؟ نص ثروتي للفقراء، وكل واحد اخذ مني بدي اعطيه اربع اضعاف، وخلص ما عادش بدي شيء، مش الحال. انا حر، صار حر. زكى كان زعيم من الوجهاء اللي معه مصاري، كلهم بدهم رضاه. كلهم كان بدهم رضاه، لأنه هو بيتحكم بالضرائب مثل وزير المال عنا يعني. شوي ما عادش بده رضا حدا إلا يسوع، خلص أنا تحررت، ما عادش يعنوا لي كلهم هودي. بطرس كان عبد للمركبة والسمكات، كان محترف صياد محترف، أهم شيء شغله. ما هيك بنشوفه أول شيء أول ما دعاه يسوع، كل تركيزه على السمكات، صياد سمك. إجا يسوع قال له تعال بدي أعملك صياد بشر. خلص تركهم للسمكات، كان كل وقت عم يشتغل تيتصياد له كم سمكة ويبيعهم يعمل ثروة. عباله السفينة عباليوها كلها سمك. وقت قال له تبعني بدي أعملك صياد بشر، ترك السمكات والسفينة وتبع يسوع، صار حر، حرر. المخلع كان أسير جسمه، كان محبوس بقلب جسمه، حرر وقام صار ينط. الأعمى كمان ذات الشيء، كان محبوس بقلب جسمه، فتح له عيناه، حرر. بولس كان فريسي وفيلسوف، كان خريج المدارس اليونانية بالفلسفة، وكان من الفريسيين يعني علماء الشريعة. قال كلمة كتير حلوة مربولوس،
حسبت كل شيء نفاية لأربح المسيح. وأنا عند اليهود كان زعيم، كانوا كل اليهود بدون رضاي، أنا فريسي من علماء الشريعة من القاضي اليهود. وعند اليونانيين كنت بجادل أكبر يوناني، أنا خريج مدارس أثينا، ما اعتبروا شيء. حسبت كل شيء نفاية، حسب هودي زبالة، إنه هو زبالة، لأنه اكتشف إنه هودي كانوا عم بيستعبدوه، مش هيك حسبوا زبالة. قال أنا المسيح بس تعرفت عليه صرت حر. مربولوس كان عم بيكتب بقلب السجن رسالة لأهل فيليبي، كان بالحبس. شو بقول لهم بالرسالة؟ أقول لكم افرحوا، عم بقول لكم افرحوا. حدا قاعد بالحبس حاطين له جنازير وحبس، عم بيبعث رسالة لأهل فيليبي عم بقول لهم لازم تفرحوا وتكونوا فرحانين، وكل رسالته عم تحكي عن الفرح، وعم بقول لهم خلص أنا نسيت كل شيء ورا، عم بمتد لقدام أسعى إلى الغرض إلى الجايزة. يعني كل هيدا الماضي اللي كنت أنا أسيره، يلي كان هيك مربطني، يلي كان عم يستعبدني، خلص حطيت له زيح، أنا هلأ عم بمتد لقدام، هدفي الجايزة. صارت كل هالحرية اللي عنده عم بسخرها للجايزة، عم بسخرها للمطرح بده يوصل عليه. فإذا أنا ويني بكل هالمطرح؟ هلأ أول شيء لازم قر واعترف إنه أنا ماني حر. أوعى حدا منكم يسترجي يقول أنا حر. مين حر؟ يرفع إيده. تمام، هاي أول خطوة، قول خيي أنا ماني حر. لأن مفكر حاله حر بكون قاعد بالحبس مثل بقول مارشاربيل، قاعدين بالسجون وعم تهتموا برفاهية السجن. بيجي واحد بيفخط لك الحياة بتركب فيه اير كونديشن تتباوري، بس أنت قاعد بديما تهرب تقعد جوه. نحن هيك عم نقعد بالحبس بنصير نظبط الحبس تبعنا، تكون الفرشة منيحة، الاي سي داير منيح، الأكل مزبوط، بس قاعد بالحبس بيفتح لك الباب تاخد هوا بس تقعد تصير تهون. واو مهم نباوريد بس قاعد بالحبس. نحن لازم نركز على الأساس. أول شيء نعترف أنه نحن عبيد، نحن مسجونين، ما فيش ولا أي قدرة ولا أي قوة ولا أي شخص ولا أي شيء بالعالم ممكن يشيلك من حبسك. إذا حدا منكم أسير الماضي أو أسير فشل أو أسير جرح أو أسير خوف أو أسير شو ما كان، شو اللي بيشيله من العالم؟ شو اللي بيشيله من هالخوف؟ شو اللي بيحرره؟ إيه بس كيف؟ لحو قالنا يا هو كيف؟ إذا ثبتتم بكلامي، إذا ثبتتم بكلامي، هيدي القصة العويصة تبعيتنا. إن ثبتتم في كلامي بالحقيقة تكونون تلاميذي وتعرفون الحق والحق يحرركم. شو يعني تثبت بكلام يسوع؟ مثل ما قلت لكم نحن كل يوم بالحياة عندنا مجموعة خيارات. في خيار العالم يلي العالم بيقول لك أنت حر، هيدي خدعة الشيطان، خدعة عدو الخير، بيقول لك ما أنت حر، ليك الله عم بربطك، الله عم بحط عليك شروط، أنت لازم تكون حر، روح عمول بدك إياه، هيدي خدعة. ليش الشيطان عم بيقولك أنت لازم تكون حر من؟ الله عم بيقولك أنت حر من أجل. بعد هاي الحرية بتروح بالمحبة حتى العبودية. أنت بس تحب حدا كتير بتحبه حتى العبادة، ما هيك؟ حتى العبودية بتقول واحد خي أنا بعبدك. شو يعني بعبدك؟ يعني أنا عبد لإلك بقراري بخياري. هذا الخيار قايم على شو؟ قايم على محبتي لإلك. أنا بحبك حتى العبادة. بس تقدر تقول ليسوع أنا بحبك حتى العبادة، شو عندك مشكلة ساعتها أنت بالكونترينت اللي عم بيحط لك إياهم يلي مفكرهم أنت عوائق؟ هودي لتدريبك، هودي لتمرينك، هودي تتقدم صوت بالملكوت، هودي يعمر فيك الملكوت. مربولوس بيقول كل شيء مباح وليس كل شيء يبني. خي كل شيء مسموح بس مش كل شيء بيبني. فيك تحكي اللي بدك إياه بس شو عم تبني؟ خاصة هلأ في شيء كتير مؤلم عم بيصير عنا، كثرة الحكي على وسائل التواصل، مسبات وقلة أخلاق وحكي بلا طعمة وسطحيات وسخفات. خي ليش عم تحكي هالحكي؟ شو بدك تحقق؟ تقلي أنا حر. هلأ كنا نحكي عن حرية التعبير، ما هيك؟ مرقنا شهر الماضي بمشكلة عن حرية التعبير، إنه تركوا خي حر يعبر مثل ما بده. خي مزبوط، رح أتركوا حر يعبر مثل ما بده،
هيدا حر، بس حر لوين؟ حر ليوصل لوين؟ هاي الحرية عم يستعملها بليوصل فيها لوين؟ إذا على ملكوت الله منيح، حر من أجل الملكوت. إذا عم تاخدوا على جهنم لازم عليه ننبهوا خيي إنه هيدا مش هاي الطريق. بل بحريتنا لازم نحن دائما نفكر إنه المحرر الوحيد من كل هالسجون اللي عايشين فيها نحن هو الثبات بكلمة يسوع. يعني كل يوم كل يوم كل يوم أنا كل يوم على كل مفرق على كل كلمة على كل تفتيحة عين على كل تغميضة عين بدي أسمع صوت يسوع وأسمع كلمته وأعمل الخيارات يلي هو عم يطلبها مني. هاي الحرية، هاي الحرية يلي الشيطان بيصورها أنه عبودية، أنه الله عم بيحط لك حواجز، الله عم بيمنعك تعمل إشياء أنت بتحبه. إيه مزبوط، الله عم بيمنعك تحرق حالك بملذاتك. إذا عندك ابنك أنت شايفه حامل سكينة وعم بيجروي حاله، بتقولي معلين لازم يكون ابني حر، بركي بيشك أخته كمان تكمل الحرية، ما بتنبهه بتقوله انتبه. كل الحواجز اللي ربنا بيحط لنا على الطريق هاي مش مشان تيستعبدنا فيها، هاي بس تيدلك على الطريق عملك انتبه. إذا عم تاكل من هالأكل رح تتضر، إذا بتاكل من هالأكل رح تغذيك، إذا بتشوفه عم ينضر بتقوله إيه ماشي الحال، أو بتعتبره عم يحد لك من حريتك. أنا حر، وأكتر شيء الحرية بالشواز بهالأيام، ما هيك زواج المثليين والزواج هلأ صاروا بالأوروبا الشمالية مع الحيوانات، إنه أنا حر أتجوز الكلب تبعي شو لك معي، أنا حر. هيدي حرية جهنم، أوكي يعني عم تقول لي أنا حر اختار جهنم، أوكي أنت حر. الله يتألم لأنه الحرية فيها ريسك. الله وقت عطى حرية للإنسان أخذ ريسك، عم بيعمل مجازفة، لأنه بيعرف إنه هيدي الحرية قادر حتى يرفض الله. أنت فيك توقف تقول الله أنا بدي روح على جهنم، حر. ورح يجي يقول لك الله أنا صلبت كرمالك، مت كرمالك، تعذبت كرمالك، جيت كرمالك، أنا خلقتك للملكوت، خلقتك للفرح، أنت بدك تختار جهنم، أنا كتير زعلان وكتير موجوع، بس هيدا خيارك. نحن شو بنعمل بكل هالخبرية؟ أنا أنتين حر، أنا حر بس كون حر من الخطية، أنا حر بس كون حر من الخوف، أنا حر بس كون حر من كل الأمور اللي عم تكبلني بالماضي وبالحاضر وبالمستقبل، واللي بيحررني منهم كلهم هو يسوع بالحق. وفي أمثال قد ما بدكم هون، كل هالقديسين كانوا يمكن مفكرين حالهم أحرار قبل، أغسطينوس كان يمكن مفكر حاله أكتر واحد حر بالكون، وقت التقى بيسوع قال له إيش وين كنت؟ ليش ما التقيت فيك قبل؟ كنت مفكر حالي فظيع. نحن كمان ذات الشيء يا أخوتي لازم نثبت بكلام يسوع، هو الوحيد يلي بحررنا، هو الوحيد يلي بنقيك من خطيتك. بس تشيل الخطية بتصير تقشع، ما هيك بيقول إنه أنت عم تشيل النسرة من عين خيك وفي خشبة بعينك. شو هي الخشبة؟ هاي خطيتك، كبريائك، للسجون اللي أنت قاعد فيها، إنه قاعد بالحبس ومعمية خلقتك وبدك تدل الناس على الطريق. ما أنت أعمى، فتح بالأول. نحن كلنا بهالعالم عم نعيش عبودية، خذوا عبودية الموضة، هاي مش عبودية؟ ليش ما بتعمل ثورة على الموضة إنه بيجبروك تلبس هيك؟ خي ما بدي ألبس هيك، بتلاقي حالك مثل الشاطر لابس مثل ما بدهم الناس وماشي، كلهم بيعملوا هيك. في شيء اسمه موضة، ما هيك كل العالم بيلتزموا بالموضة، بتستعبدهم الموضة وما حدا بيعمل ثورة على الموضة إنه بتحط لنا حواجز، ما هي معلها. العالم بيستعبدنا بستمية طريقة، ما بنعمل ثورة على استعباد العالم، بنعمل ثورة نحن على مجموعة وصايا بيعطينا إياها الله، وهذه الوصايا للتوجيه، مش مشان يحط لنا حواجز ويستعبدنا ونحن مش عم بخلينا نعمل مثل ما نحن بدنا. بعدين في شغلة مهمة رح نقلكم إياها، النظام تبع الكون هو الحب الخصب، ما في حب بلا خصوبة، ما فيش حب ببلاش. الحب اللي ما بيعطي ثمار ما له عازم، الحب الخصب هيدا الأمور انفيرتيل، يعني الحب العقيم مش هو القاعدة، القاعدة هو الحب الخصب. هيداك الشواز، الشواز هو الحب الغير خصب، انه انا حر، رجال مع رجال ومرة مع مرة ورجال مع حيوان وحيوان مع مرة، بلك هي انا حر. لا، اللغة تبع الكون هو الحب الخصب،
يلي بيعطي ثمار. هيداك شواز، اسمه شواز. مش بنقبله ونمشي لأنه في حرية، إنه أنا حر. حر لازم تقر إنه هيدا شواز، هيدا غلط. مش باسم الحرية بنسمح يكون في شواز، وبنسمح يكون في خطية، وبنسمح يكون في غلط. على الأقل بما يتعلق بحياتنا وبشهادتنا نحن بقلب الحياة. فإذا نختصر الموضوع، أول شيء لازم نعرف نحن كلنا مسجونين، نحن كلنا بسجون، كل واحد عنده سجن وقد راسه وأكبر مشان تقدر يساعده. ما هيك؟ مثل ما عددت لكم شوية أمور، نحن كلنا مستعبدين من مجموعة أمور. الشيء الوحيد يلي بحررنا هو التزامنا بيسوع. قديش أنت عم تغطس بكلمة يسوع وتعمل مثل ما يسوع عم بيقول لك كل ما تكون عم تتحرر. تتحرر من كل جراحاتك، ما في شيء بيشفي لك جرحك إلا يسوع. ما حدا بيشفي لك جرحك، ما حدا بيدق فيه حتى لجرحك إلا هو. ما حدا بيشيلك من فشلك ومن عقد الناقص تبعك ومن تعبك ومن كبريائك، من كل مشاكلك إلا ما يسوع يشفيك. هو اللي بيحررك من الخطية. بس تتحرر من الخطية بتصير تقشع أحسن، بس تقشع أحسن بتصير تحب أكثر. والمحبة هي الحرية، ما فيك تحب بلا حرية. الحر وحده هو اللي بيحب. وقال نحن ماشيين بعالم إذا كل واحد حر يعمل اللي بده إياه، بصير بس القوي هو الحر. ما هيك؟ تقول أنا حر أعمل اللي بدي إياه، بيجي واحد أقوى منك بيعمل اللي بده إياه فيك، بيجي واحد أقوى منه بيعمل اللي بده إياه فيه. مين بيطلع حر بالآخر؟ لا أقوى. أنت قوي يعني أنت حر. مش هذا المسار تبع يسوع. يسوع عم بيقول لك أنت حر من الخطية يعني أنت حر. أنت خاطئ يعني أنت عبد للخطية. لو شو ما عملت، لو شو ما عملت، لو معك مليارات ومعك كل السلطات وعندك كل الإمكانيات وعم تلبي كل الشهوات، إذا خاطئ هالقد أنت عبد. ومشكلتك وين؟ إنه كل هالسيمفونية الكونية بدها تزتك برا، بدها تزتك برا. مستحيل يكون في حدا عبد للخطية وعم بيعزف هالسيمفونية، سيمفونية ملكوت الله. بالملكوت الخطية ما بتمشي. ما فيك تكون محمل أنت بكل هالعبودية وفايت على أرض الحرية، على أرض الملكوت. هيدا مسار، مسار قاسي. ليش؟ لأنه في كتير من التخليات. تنختم، لأنه نحن عائلة مرشال بنت لنا والسنة 25 عم نعيش اليوبيل. مرشال بالعيش هيدي البطولة، بطولة التحرر، حتى تحرر من جسمه بالآخر. ما عاد في عنده شيء رابطه بالأرض، صار مثل كأنه موجود هون ومربوط هيك بخيط رفيع رفيع، عني قطعة خبزة وشوية حشيش وكباية ماء، وما عاد رابطه شيء بالأرض. هيدي قمة الحرية. كان حر، أخذ حريته بهذه الدنيا بالمسيح يسوع وكفى حريته بالملكوت. نحن كل هودي الجرار اللي محملنا إياهم العالم، مثل ما هو بيقول بحملنا جرار صخرة. ما هيك؟ كلنا محملين جرار صخرة بحملنا إياها العالم. بدنا نحمل جرة واحدة، هوديك كلهم بدنا نعرف نتخلى عنهم. تعرف تتخلى، ما تتكبش. لا تتكبش بمال ولا بلزة ولا بشهوة ولا بسلطة، ولا تغرق بقلب ماضي، ولا تعيش بالخوف ولا تعيش بالقلق، ولا تخاف من فشلك ولا من عقد النقص تبعيتك. كل هودي اللي بيشيلهم منك هو يسوع. أنت لما بتثبت بكلامه تعرف الحق والحق بحررك وبتصير حر. أول مفعول للحرية هو الفرح. كل يلي تحرروا بيسوع، من السامرية لزكا للأعمى للأعرج، كل شيء أول شيء بيعملوه بيقفزوا، بيروحوا بيصيروا نطنطوا. الفرح اللي بعد الفرح دغري بيجي المحبة. تصير تحس إنما أنت متحد مع كل العالم، أنت عم تعزف نشيد كل الكون عم يعزفه، مش عم تعزف شيء نشاز رح يعيط لك المايسترو ويحطك برا. هيدي اللذة، بس كون عم تعزف أنت هذا النشيد الكوني يلي بيعزفه فيك الروح القدس، بتحس بهذا الشعور. حكيتكم عنه بالرياضة المرة الماضية اللي ما بينوصف. كان كل قديس يعبر عنه بوصف. بعض القديسين كانوا يحسوا مثل شيء تلج كتير متلج هيك عم تغرز بقلبه، يحسوا بفرح ما بينوصف. ناس يحسوا مثل شيء كتلة نار هيك عم تفوت بقلبهم وتولع. قلت لكم تيريزا لافيلية تحس مثل كانوا في شيء رمح هيك عم بيقطع بقلبها ويفوت ويطلع، هي بسموها ترانسبيربيراسيون. يلي عاد ما كانت تحب تحس بوجع الحب يلي ما كان فيها توصف.
انت بس تمشي بريزونانس مع السيمفونية الكبيرة، بتصير تسمع السيمفونية الكون، بتعيش بقلب الملكوت. هيدا الحرية، هيدا الفرح اللي ما حدا بيعطيك اياه. شو اللي بيعطيك اياه هنودي؟ كاتسة دولارات، كرسي، شوية ملذات، هولي ما بوصلوك لمطرح. اللي بوصلك لمطرح انك تكون حر، انت عم تعزف مع كل الكون نشيد الكون يلي المايسترو تبعه هو يسوع. عينك على المايسترو كل الوقت، ما تتطلع يمين وشمال، خلي عينك عليه. بيقول لك علي علي، وطي وطي، وقف وقف، دق بالتريانجل طن، عمول شغلتك، رح تكون كتير سعيد كتير فرحان. هيدا الفرح اللي اصلا الله خلقك كرماله. ما تروح تشارعه انه بتمنعني اعمل هيك وما بتمنعني اعمل هيك. الله بيحبك، الله ناطرك. الوجهة النهائية تبعيتنا هي ملكوت الله. عملك النهائي بالكون تضلك تتمرن وتدوزن آلتك وتدوزن حالك تتعزف نشيد الكون مع الله ومع الملائكة ومع القديسين. مطرحك هونيك، ما تخسر مطرحك بإشياء بلا طعمة. أنا جاي عبالي زمر غلط، زمر غلط، برجع بقولك بتزمر برا. يا شباب في برا، في برا، بعيط لك تعال اطلع لبرا. وبتعرفوا قديش في برا؟ يسوع بيقول باب الهلاك واسع، ادخلوا من الباب الضيق. يعني هودي اللي عزفوا غلط وعملوا نشاز لحني برا، واكيد اكتر بكتير من اللي عم يعزفوا جوا. بقى هذا خيارك انت، حريتك شو؟ فيك تقول لي انا حر اني اختار ملكوت الله بحريتي حتى العبادة. انا بختار ملكوت الله بحريتي حتى العبادة. انا بقبل بحريتي يكون عبد لملكوت الله. انا بقبل بكل حريتي يكون عبد ليسوع، ونقطة نقطة، ما فيش شي تاني. ما بقبل يكون عندي عبودية لشو مكان تاني. انا بملء حريتي بكامل وعي وبكل فرحة بدي يكون عبد ليسوع، لانه بدي يكون انا عم بعزف النشيد الكوني مع يسوع ومع الملائكة ومع القديسين. هيك كون عم حقق ملكوت الله وعم حقق الهدف اصلا اللي خلقت كرماله. بس امروا على الكود ريدر وقطع هيك، ضل رايح على مطرح دغري، بيقول لي برافو عليك احسنت، انت عازف ماهر، كفي غني الموسيقى تبعيتك. لانه اذا وصلت لعنده عم بعزف نشاز، بيقول لي ليك في كذا مليار واحد عم بدقوا نشاز تحت، نزل دق معه، ما راح تطيق تسمع شو في تحت. بقى حضروا حالكم للسيمفونية يا شبابي اللي نحن مدعوين لها. مش هيك نحن لازم نكون شهود للحرية، هي الحرية الداخلية، الحرية من الخطية اللي ما بتخلي شيء يكبلنا بقلب العالم، ونعرف انه وجهتنا هي ملكوت الله. نحن مطلوب منا نسبك بكلام يسوع تنكون بالحقيقة تلميذه ونعرف الحق، والحق هو يلي بحررنا. احذروا من كيد الشرير، برجع بقلكم عن جديد، عم بحكي بشيء بعتقد بفهم فيه. عدو الخير ما بيحب الخير، كل مطرح بيشوف خير بده يخربطه. ما تخلوه يخربط فيكم، كونوا واعيين، ما تخلوه يلعب بكبريائكم ولا بشهواتكم ولا بعقلاتكم ولا بالتزاماتكم ولا بكسلكم ولا بشيء. اشحطوه، اعزفوا العزف الجيد تنكون عم نستحق النعمة اللي أعطانا إياها ربنا إنه نكون بالمطرح الموجودين فيه. وإن شاء الله يكون يوبيل مبارك ونشوف وجهكم بخير.